ونبقى في حملة إعادة الأمل في اليمن، حيث استهدفت مقاتلات التحالف العربي تجمعات وآليات للحوثيين ومركز اتصالات النشط للميليشيا في مديرية وشحة بحجة، بينما تتواصل المواجهة في نهم والبيضاء والضالع وصرواح. وفي محافظة الجوف تجددت الاشتباكات في جبهة الجبل ووادي قويحش غرب الغيل. أما في تعز فتستعر المعارك الضارية بين الانقلابيين والجيش الوطني، حيث نجح الأخير باستعادة موقعين في جبل المرجان بغيل بني عمر غرب مديريتي الشمايتين، و قتل وجرح العديد من الانقلابيين وفرار بقية المتسللين.